السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في وصفات مع أم البنات. اليوم ما جيت نشارك معكم طريقة تحضير الحوتة في الفران اللي كتجي رائعة. غنرفقوها بالباذنجان والبطاطا مقلية والشرمولة وغنبداو على بركة الله. غنشرملو هاد الحوتة. غنحتاجو في هاد الشرمولة هادي غنحتاجو الربيع والليمون مسير مقطع رقيق والعطرية ديال الحوتة، وغنحتاجو الزيت بطبيعة الحال، ونحتاجو التحميرة، سكنجبير، الحار، والإبزار، والملحة، وغنحتاجو الليمون. ونبداو على بركة الله. نجيبو شي طبسيل آخر نعملو فيه هاد الشرمولة، نحيدو هاد الحوت جانبا. غنبداو بالربيع نشرملو. نجيبو هاد الطبيصلة هادي ونعملو فيها هاد الربيع، نزيدو فيها التوابل، نزيدو عليها داك العطرية ديال الحوت. هاد العطرية كتجي رائعة في الحوت، كتبنى الحوت بزاف باش ما كنبقاوش نقويو في العطريات اخرين. نزيدو التحميرة نعملو غير شوية شوية، سكنجبير، الحار، ملحة، ونعملو الزيت اللي يعني غنخلطو فيها الشرمولة. ونزيدو الخل، انا عندي هنا خل بالليمون اسمح، ونخلط هاد المقادير هادو باش نشرب ليهم الحوتة. خلطة مزيان، ندوزو نجيبو الحوتة نفلحو هايدا باش كتدخل فيها الشرمولة. نفتحو الحوتة جهة أخرى باش تدخل فيها الشرمولة ديال الحوت. نرجعوها للطاوة ديالها ونشرملوها. غنمشيو عليها هاد الشرمولة كاملة لداخل برا، وضروري خصنا نخليوها تعطل شوية باش كتشرب ديك اللقامة. انا ما غنطيبهاش في مع البصله ولا شي حاجه، نعملها في الكاريط الفران. غنخليها بوحدي حتى هيدا كطيب في الفران، غتحمر هيدا. هيدا كتكون حتى الحوته كتبقى في المذاق ديالها، ما كتبقاش شي بحال اللي كطيب مع البصله. هيدا كتبقى في النكهه ديالها. نشرملوها كاملة ونخليوها ترقد شوية في هاد الشرمولة. وندوزو نوجدو، عملنا الكاغي ديال الفران من نفس الصينية ديال الفران، ونزلو عليها الحوتة بهاد الشكل هيدا، وندخلوها للفران مدة 30-35 دقيقة عافية متوسطة، ونخليوها تطيب. قلنا غنرفقوها بالدنجال والشرموله، شرموله ديال الفلفله والبصله. هي الدنجال غنبداو بالدنجال، غنقطيوه، غنقطعوه شرائح بحال هذا الشكل هيدا، ونرقدوه في الشرموله بحال ديال الحوته بنفس المقادير اللي عملنا. غنعملو لها هاد دنجل يجي به لذيذ. كملوا هيدا
رجعوا في داك الإناء اللي شرملنا فيه الحوت ونزيدوا عليه توابل والربيع، قلنا نفس التوابل اللي عملنا بهم الحوتة، كيجي لذيذ بداك التوابل، حتى الدنجال ملي كيتسقلى كيجي مقرمش رائع. وهيدا غنكملو، غنعملو التوابل ديالنا كاملين، نعملو الخل، الزيت، الربيع، نشرملوه. هذا كنعملوه في الطحين ونقليوه بطريقة معروفة. هاي الحوتة بعد ما خرجناها من الفران طيبة وجات محمرة، هنرفقها بالشرمولة اللي حضرناها مسبقا، وهي الفلفلة خضراء وحمراء ومطيشة، واحد البصيلة صغيرة، ثوما ما كنعملوش دابا في رمضان، كنتفاداوها من الاحسن. وغندوروها على بهذا الشكل كامل هيدا، نكملوا بهذه الطريقه هاد الشرموله هادي. وانا فضلت نخلي الحوته تطيب بوحديتها باش كتبقى في النكهه ديالها، ونكملوا. نزيدوا نرافقوها ببلطاطا مقليه، نعملوها على الجوانب، نزينو بالخس على الجوانب الطبق، ستوايدة في الوسط، كملوا هيدا. وغنزلو عليها داك الدنجال اللي شرملناه وقليناه بالزيت، ونكملو هيدا بهاد الطريقة. غادي نكملو هاد الدنجال على الجوانب، إذا عندنا الخبز العربي قطعناه مربعات صغار وقليناه باش كيجي مقرمش، حتى هو نزيدوه. كملوا هيدا، ونزيدو نرفقوه بعد الخبز العربي حمصناه، نعملو على الجوانب هيدا. وغنزينوه بالليمون والزيتون الأخضر والزيتون الأسود، وغيكون الطبق ديالنا كمل. زينو بهذه الطريقة، نعملو هذه في الوسط، ونعملو هذه الشرائح على نزيدو بيهم هيدا على الحوتة. وهيدا غنكون سالينا هاد الطبق الحوتة، نتمنى يعجبكم ومع السلامة.